السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم غراتان كيجي زوين وسهل، يمكن لكم تقدموه في الغداء او لا في العشاء. انا الصراحه درته في الغداء، جا زوين. كنتمنى انكم تجربوه ويعجبكم. كما العاده كنتمنى منكم تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء، وما تنساوش تخليو ليا لايك وشكرا لكم. غادي نمشيو ان شاء الله للمقادير والطريقه في نفس الوقت. اول حاجه خديت الكوكوت، درت فيها الماء، خليت الماء حتى طاب، ودرت المكرونيه، درت شويه الملحه والبزار، زيت العود ما كنديرهاش باش هكا ديك المكرونيه تشرب ليا هاد القوام اللي غادي ندير. هنا خديت المقله، درت فيها تقريبا معلقه كبيره ديال الزبده، اما كديروا نباتيه ولا كديروا ديال العبار اولا البلديه، يعني اللي بغيتو. انا هنا درت البلديه ولكن ما فيهاش الملحه، وكندير جوج معالق كبار ديال الزيت، اما المائده ولا العود اللي بغيتو. وكندير البصله هنايا، الا بغيتو يعني البصله ما تبانش لكم في هاد الكغاتان كيمكن لكم تشلضوها تكون رقيقه، اما الا كتعجبكم راه غادي ديروا بحال الشكل ديالي. صافي غادي نخلي البصله انها تشحر واحد شويه، ملي كتشحر ليا البصله غادي ندير لها شويه الملح والبزار. الا كنتو غادي ديروا الكفته ديال الدجاج اولا ديال بيبي راه كديروا الثومه، اما الا غديروا الكفته ديال البقري كما غندير انايا راه ما درتش الثومه. هنا كنملح بشويه ديال يعني كندير الملحه وكندير البزار. صافي بالنسبه للعطريه ما غاديش نديرها، علاش؟ لان عندي لاصوص ديال المطيشه في الفريغو، درت ليها القوام يعني قديتها وفيها سكينجبير وفيها العطريه، ما كاينلاش نعاود ندير العطريه هنا، ما بغيتش يجيني هاد الكغاتان فيه العطريه بزاف. اما الا ما كنتوش يعني ما كانتش عندكم نتوما لاصوص ديال المطيشه، راه كديروا مطيشه كتحكوها وكديروا شويه ديال المطيشه في الحك حتى كطيب ديك لاصوص ديال المطيشه مع البصله، عاد اللي كديروا الكفته. انا دابا كما كتشوفوا درت العكس، مع مطيشه كما قلت لكم عندي واجده غير كاينه في الفريغو، غادي نحطها غير الذوب وهذا صافي، يعني انتم غادي تشوفوا معايا كل شيء. كندير الكفته وكنفرتها القياس اللي بغيتو، يعني هنايا على حسب شحال نتوما في الدار، المهم كديروها وتفرتوها. ملي كتطلق ليا ديك لاصوص ديال المطيشه كنخلط هادشي مزيان. كما قلت لكم راه هاد لاصوص راه فيها لاصوص ديال يعني مطيشه كمحكوكه وفيها مطيشه الحوك يعني مقاده. صافي غادي نزيد الربيع وغادي نخلط هادشي مزيان. هنا كما كتشوفوا بنت ليا شويه هاد لاصوص، هادي شويه بيضه، قلت بلاتي نزيد ليها شويه ديال الخرقوم. صافي غادي نزيد الخرقوم، يمكن لكم ديروا الدويمه ديال الزعفران حتى هي كتجي زوينه. كنخلط هادشي مزيان ونحاولوا نخليو فيه شويه ديال المريقه، ما نخليوهش يكون ناشف بزاف. ها كما كتشوفوا راه ما مرقت ما حتى شي حاجه. غنمشيو ان شاء الله نقادو لاصوص ديال البيشاميل. هنا بالنسبه للصوص البيشاميل راه ساهله، كنت سبق ليا وحطيتها في القناه. هنا خديت الكسرونه كندير فيها معلقه كبيره ديال الزبده تكون عامره، وكنخليوها تذوب. الا جاب الله حسيتو بان الزبده خاصه راه كتضيفوها. غادي ندير ثلاثه المعالق كبار ديال الطحين، الا بغيتو تجي هاد لاصوص ديال البيشاميل شويه عقده، بغيتوها تجي جاريه راه كديروا غير جوج معالق كبار. ديما ضروري تخدموا بهاد الخلاط، هذا هو اللي كيخلي لينا هاد لاصوص بيشاميل تجي زوينه. كنحركوها وكنحاولوا نخليو داك الطحين يتحمر لينا في ديك الزبده باش يعطينا داك المذاق زوين وتجي هاد لاصوص بيشاميل بنينه. كنخليو داك الطحين يتحمر مزيان، وكما قلت لكم الا حسيتوا بان راه ناشف راه كتزيدوا واحد شويه ديال الزبده.
ملي كنخليه يتحمر ليا مزيان هاد الطحين مع الزبده، غادي نضيف السطر ديال الحليب وغادي نحرك هادشي مزيان. غير كيتحمر ليا داك الطحين مزيان مع الزبده، كنضيف السطر الحليب تيكون بارد، وكنبدا نحرك النار بطبيعه الحال كتكون مهيله، وانا كنحرك مره مره كنحرك باش هكا ما تلصقش لينا هاد لاصوص بيشاميل. من بعد كندير شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار، ملي كتوجد ليا لاصوص بيشاميل كما كتشوفوا غادي نضيف عليها الفرماج حمر اختياري، يمكن لكم ديروا اي فرماج بغيتو او لا ما ديروا والو. وغادي ندير واحد شويه ديال راس الحانوت لان الكوزه ما عنديش، نتوما الا عندكم الكوزه ديروا شويه ديال الكوزه، حتى راس الحانوت الصراحه كتجي واعره في الكغاتان. وبالنسبه للحشوه غادي ندير فيها كذلك شويه ديال الفرماج موتزاريلا اختياري، يمكن لكم ما ديروش. وبالنسبه لهاد الحشوه راه يمكن لكم تفننوا فيها، يمكن لكم تحكوا فيها خيزو يعني تشحروه مع البصله من الاول، وكذلك يمكن لكم ديروا فيها الفلفلات بالالوان، يعني تيبقى على حسب شنو كتبغيو واشنو كيعجبكم. وكنبدلو شويه وصافي. وبالنسبه للمقرونيه راه صفيتها خليتها تقطر مزيان، وكما كتشوفوا لاصوص بيشاميل راه واجده والحشوه حتى هي واجده. غادي نجيب دابا يا المول، اي مول بغيتو. غادي ندير المقرونيه، كنديروا القياس اللي بغيتو. وبالنسبه كما قلت لكم يمكن لكم ديروا اي نوع ديال المقرونيه كتعجبكم. غادي نحاول نحلها، وغادي ندير ديك الحشوه وكنخلطوا كل شيء مزيان، كنحاولوا نخلطوا كل شيء مزيان. صراحه بعد الخطرات كنطيب كل شيء في دقه واحده، يعني هاد لاصوص هادي وكل شيء كنطيبه مع المقرونيه، وكنخلط كل شيء وكندير في المول، وكندير لاصوص بيشاميل يعني كل نهار واش كندير. المهم غير عطيتكم الفكره، الا بغيتوا تطيبوا المقرونيه مع لاصوص راه يمكن لكم تطيبوها. المهم انا غنخلط هادشي مزيان، ملي كنقاد المقرونيه كنحاول نقادوها كيف في المول مزيان، وكنجيب ديك راس الحانوت اللي قلت لكم درت غير واحد شويه وخلطت مزيان. صافي غادي ندير لاصوص بيشاميل، نحاول نغطي كاع المقرونيه، ومن بعد غادي نرش مزيان بالفرماج وغادي ندخلو الفران حتى يتحمر ان شاء الله، ونقدمو لكم بالصحه والراحه. صافي هنايا الكغاتان ديالنا من بعد ما كيوجد، هذا هو الشكل النهائي ديالو. يمكن لكم تزينوه بالربيع ولا مطيشه ولا تخليوه كما درت انايا. غادي نقطع لكم شويه باش تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل، تيقوني كيجي واعر. كنتمنى يعجبكم وتجربوه، وكنتمنى منكم تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء، وما تنساوش تخليو ليا لايك وتعليق كذلك. وشكرا لكم، ومبقى ليا نقول لكم السلام عليكم وخليت لكم الراحه.